طبعا أجلت لجنة المسابقات في رابطة الدوري المحترفين رابطة الدوري الدرجة الأولى السعودي، أجلت اليوم الأربعاء لقاء النهضة والتقدم اللي كان مقرر يقام اليوم في الجولة 25، وستقام المباراة غدا الخميس على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام بحسب ما أوضحته اللجنة. وجاء التأجيل إثر حريق نشب اليوم بمقر إقامة بعثة فريق التقدم في أحد فنادق الدمام، ومما أدى إلى إخلاء الفندق بالكامل، ويحتل النهضة المركز السادس في الدوري الدرجة الأولى برصيد 40 نقطة، فيما يحتل التقدم المركز السابع عشر برصيد 22 نقطة.